ازاي صحتك؟ لا الف لا باس عليك يا بابا، سلامتك. انا اصلي مشغول قوي يا بابا. لا 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 حضرتك ما تقولش كده، انا هسيب الدنيا كلها واجيلك. طيب يا بابا، مع السلامة. الله يسلمك يا بابا. مالك؟ ايه اللي مطلعك بره يا بابا؟ زي ما انت شايف كده، اصل جاموسة العمده طلبت جابوها للشاب بتاعنا. الف لا باس عليك يا بابا. انا صحتي يا ابني زي البوم، يا ريتك انت في نص صحتي. الحمد لله. رجاله الايام دي رجاله بالاسم بس، غير رجاله زمان. احنا يا ابني اللي كنا السمنه البلدي وشربنا اللبن كامل الدسم. الله يا ابني انت صعبان عليا اللي عايش في مصر اللي فيها سمنه صناعي ولبن مجفف. يعني لازم اعمل عيان علشان تيجي تشوفني؟ حضرتك عارف ظروف شغلي والحياه ومتاعبها يعني خلاص انت من يوم ما اتجوزت وانت نسيت الليك اب. خلاص يعني الجواز هيك عني وغرقان في العسل. بالعكس، دي هدى دايما تقول لي تعالى نزور بابا. بالحق. هدى ما جاتش معاك ليه؟ اصلها مشغوله في الكليه شويه وعندها امتحانات. اوعى تكون مزعله. انا؟ ابدا. امال يعني هي غضبت من غير سبب؟ تعالى يا هدى. هدى انت هنا؟ انا انا قلبت عليك الدنيا. مراتك لما حكيت لي على ظروفك عرفت انها اصيله. يلا بوس مراتك وصالحها. والله انت ما تستاهلها، مش كفايه انها صبر عليك ومستحملك؟ انت قلت ايه لابويا؟ ايه معنيته انك صبره ومستحمله؟ سيبيدي يا علي، انت عايزه تحطميني؟ انت اللي معيشنا في نكد. انت زي الحيوانات ما بتجريش غير ورا غريزه. حوزك يا ربي بعد ما فرحت. انا ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. زيك زي بقيه الستات كلكم صف واحد. افتح علي. مش هتفتح. حيت يا ربي. افتح يا علي. ما لحقتش تقرص. انا ما قلتش حاجه. حرام عليك. انا قلت له انك عصبي بس انت فهمت غلط. زنتني. افتح يا علي. زنتني. افتح يا ابني حرام عليك. سنات اتقتلت على السنين. افتح علي. اختي كمان هتموت زيها. افتح حرام عليك. افتح يا ابني حرام عليك. افتح علي. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ليه ليه يا ابني؟ مراتك طيبة وبنت حلال، ليه يا ابني بتعمل كده؟ بس 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 صباح الخير. صباح الخير يا بنتي، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ أصلي عايزة أتكلم معاك قبل علي ما يصحى.
غيرك. مين زينات؟ زينات؟ تسألي عنها ليه؟ هو علي قتل واحدة اسمها زينات؟ لا. طب كان بيحبها؟ بيحبها؟ دي أمه. أمه؟ قصدي في مقام أمه، جوزتها بعد المرحومة. علي عمره ما قال لي إنه ليه مرات أب. لأنها حاجة ما بتشرفش. أمال هي فين؟ ماتت. مين اللي قتلها؟ أنا. ليه؟ لما ادخل على مراتي والاقيها مع راجل تاني في اوضه نومي اقف اتفرج، لازم اقتلهم والا ما استحقش ابقى راجل. قتلتهم؟ انا عملت اللي المفروض كل راجل حر يعمله، اغسلت عار بايدي. عشان اعرف عنه لازم يجيلي، لازم اشوفه واسمع منه شخصيا. للأسف يا دكتور هو رافض العلاج النفسي تماما، علشان كده أنا جيت لحضرتك عشان تقولي إيه اللي ممكن أعمله. بس بكده مش هعرف أكون فكرة عن حالته. طب أنا ممكن أعرف منه كل المعلومات اللي أنت محتاج لها. يعني أنت عايزين أعالجه عن طريقك؟ يا ريت يا دكتور، أصل جوزي حساس وأنا مش عايز أجرح مشاعره. هو ممكن، بس دي مش هتكون مهمة سهلة أبدا. أهون عليك يا علي تموت قد كده بتكرهني؟ ما تقوليش كده يا هدى، انت عارفة ان انا بحبك. انا كنت فاكرة كده، بس احب اقولك اني مش زي زينات. مين قالك انك زيها؟ انت بتحب زينات. انا بحب زينات؟ انا كنت بكرهها. لا انت بتحب زينات. قلتلك بكرهها، ولو ما كانش ابويا قتلها كنت انا قتلتها. ساعات الكره بيكون تعبير عن الحب. هتكلميني في علم النفس؟ انا غير مؤمن بيه. ليه؟ انا راجل عملي مؤمن بالعلم. طب ما هو اسمه علم نفس. هي زينات كانت حلوة؟ لا، ايوه كانت جميلة. أحياناً الشر كمان بيكون جميل. الله، دي فلسفة بقى. أنا ماليش في الفلسفة. تصبح على خير. أنت ضميرك حي، وعشان كده ما سمحتش نفسك لأنك حبيت زينات. كنت مراهق، وزينات كانت أجمل بنت في البلد. يا ريت أبويا كان قتلني وياهم. وأنت ذنبك إيه؟ جنبي اني حبيتها. علشان كده عاقبت نفسك، ضميرك حكم عليك بالعكس. عايزة تقولي ان مرضي سببه اني بعاقب نفسي؟ ايوه يا علي، امنت بقى انك مريض. مريض؟ وانت الوحيد اللي تعرف ازاي تخف. ازاي؟ كان عندك كم سنة لما زينات اتقتلت؟ ازيك يا علي؟ ساكت ليه؟ ما تقوليش الحمد لله على السلامة ليه؟ خد خد ايه ده ايه ده؟ ها؟ خد مبسوط؟ ودي بقى هدية ماما زينات. هي فين؟
وداخل مجدي عبد الغني يقطع ويدي محمد حمدي.